والله بالنسبة لي المنتخب الوطني الجزائري المحلي رانا نشوف فيه راهو يمشي بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف المنشود ألا وهو كأس إفريقيا للمحليين. بداية موفقة، أشبال بوغرة يعني كانوا في الموعد، كانوا في الميدان حاضرين من ناحية الهجوم من ناحية الدفاع وكذلك وسط الميدان، وكل الكتيبة يعني جاهزة لتحقيق الهدف المنشود. طبعا كأس إفريقيا للمحليين ليس بالأمر البعيد، وإنما لو كان يعني يثبتوا قدراتهم في الميدان إن شاء الله يوصلوا، وإحنا عندنا ثقة في ليكيب ناسيونال سواء المحليين أو الفريق الأول إن شاء الله يوصلوا البعيد. يعني بالنسبة للشان يعني نهني الفريق الوطني اللي تأهل للدور النهائي، وتمنيات كل الجزائريين بالفوز بهذه أول نسخة بهذه النسخة، لأنه الأولى يعني في الشان، خاصة يعني كانت البداية صعبة يعني، ولكن بعد 3 مباريات يعني الفريق اكتسب الخبرة والقوة والشجاعة يعني، وانتصر في نصف النهائي بنتيجة عريضة، وهذا ما يحفز يعني اللاعبين لعدم التنازل عن هذه الكأس، وخاصة يعني احتضان في الجزائر. هي يعني لم أكن متفاجئ بهذه النتائج المحققة من طرف الكوتش بوقرا عبد المجيد، والفهود ما نقولوش عليهم أشبال، أنا نقول فهود الجزائر، لأنهم برهنوا في المقابلة الأخرى وما زالوا يزيدوا يبرهنوا. عندي أمر نوجهه برك لأصحاب البلاطوهات، للناس اللي يقولوا لهم طلعتوا بواحد، الحمد لله راهم كي دركا كسبوا بخمسة، يعني ولاو يسالوا يعني بمعدل هدفين في كل مقابلة، وبقى لهم هدف يمدوه لجماعة البلاطوات يقولوا لهم نقصوا شوية الحس عليهم. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.